مباشرة دائرة الإجرام والمجرمين بعودة العوائل من مخيمات النزوح من مخيم الجدعة ومخيم الحمام. اليوم نحن في مخيم الحمام، تم اليوم غلق المخيم كليا وعودة العوائل المتبقية ودمجها مع مخيم جدعة 5 وكذلك مخيم جدعة 1 يوم أمس تم غلقها وعودة العوائل المتبقية مع مخيم جدعة 5. عدد العوائل كان الموجودة في مخيم الحمام 1831 عائلة التي عادت بصورة طوعية 1565 عائلة، وكذلك العوائل التي كانت موجودة في جدعة 1 التي عادت 666 عائلة والتي كانت من أصل 1114، والعوائل المتبقية تم نقلهم إلى جدعة 5 كمرحلة أولية لمعالجة تلك مشاكلهم على انفراد من قبل اللجان الخاصة المتشكلة من قبل سيد المحافظ نينوى وكل وحدة إدارية. هناك لجنة متكاملة، كان العمل جبار جدا بتعاون الحكومة المحلية متمثل بالسيد المحافظ والأجهزة الأمنية وجهاز الأمن الوطني ووزارة النقل وقيادة عمليات نينوى وغرب نينوى. أما بخصوص الامتيازات الممنوحة للعوائل التي عادت من ذو 14/11 ولحد الآن، هي الاستمرار بتوزيع المساعدات والسلات الغذائية لمدة سنة كاملة للعوائل التي عادت، وكذلك توزيع المنح المالية بصورة أسبقية للعوائل التي كانت لديها عودة طوعية من المخيمات. إجراءات جيدة ممتازة، حيل زين، منظمات غير حكومة كلها جيدة. بأي تاريخ نزحت؟ بال 2017. جيت المخيم الحمام؟ نعم مخيم الحمام. وين راح تروح؟ والله أطلع على العريجة. تسكن بالعريجة؟ اسكن بالعريجة. الاجراءات القانونيه ويا القوات الامنيه شلون كانت وياك؟ حيل زينه، الهجره حيل زينه، استاذ عدنان ومحمد كلهم حيل زينين، ما قصروا مع من ناحيتنا بكل شيء. تطالبون بشيء؟ والله ما نطالب غير يعين الله وبس. مغادرات صار لها تقريبا حوالي 10 ايام، انطوا الناس مجال اللي غادر يعني. اي. وين راح تسكنون؟ مخيم الجدعه، القرى، النواحي، الاقضيه، قسم منها على المواصل. شلون كان التعامل بوزاره الهجره وياكم؟ والله زين، وفروا لنا سيارات، سلات غذائيه، سلات صحيه. الاغراض اللي تملكوها بالخيمه يعني ما يخص الخيمه، نعم المساعدات اللي وزعوا لكم اياها اخوي نعم شو استلمنا بالنسبه للهجره والمهجرين والمنظمات؟ شو استلمنا؟ حاجه غرض اخذناه صار ملك صاحب الخيمه.